الأطفال دايما بصيرتهم بتبقى خاصة شوية، يعني في سن صغير ممكن يشوفوا أشياء ربما البالغين بيعجزوا عن رؤيتها، وأحيانا بيظن البعض إن هي خيالات الطفولة وإن ملهاش أساس من الصحة. لكن تخيلوا بقى لو كان الكلام ده حقيقي، إيه اللي هيحصل؟ يا ترى فعلا الأمر حصل ولا دي مجرد خيالات أطفال؟ هنقول لكم دلوقتي إيه اللي حصل لبعض الأهالي واللي تأكدوا إن كلام الأطفال اللي حكوليهم ما كانش مجرد كلام ولكنه كان حقيقة، وأثبت الأطفال ليهم إن الكلام ده بالفعل حصل. أنا داليا، والنهاردة هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة، وإيه اللي حصل للأطفال وإيه الأدلة اللي حصلت عشان نتأكد إن كل كلمة قالوها كانت حقيقة. اسمعوا معنا التقرير للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. القصة النهاردة اللي بتحكيها أم بتقول: ابني صحي من النوم مفزوع جدا وبدأ يشتكي إن في عفريت تحت السرير. طلبت منه إن هو يرجع للنوم تاني لأن مفيش حاجة تحت السرير. رد عليا وقال لي: هو فعلا ما بقاش تحت السرير، العفريت دلوقتي وراكي. بصيت بخوف جدا وجدت شيء يتحرك بسرعة كبيرة قوي، اختفى في لمح البصر، لكن طفلي لحد دلوقتي ما حكاش أي حاجة بشكل دقيق، ما تكلمش تاني في الموضوع وما قالش إيه اللي حصل، ويا ترى العفريت ده مشي إزاي أو اختفى إزاي بعد كده. ما حدش اتكلم في الموضوع تاني، وبصراحة أنا ما سألتوش، ولكن اتأكدت من بعض الحاجات بعد كده. يعني لقيت حاجات متحركة من مكانها، ولقيت شبابيك مفتوحة وحاجات شبه كده. ودي كانت القصة الأولى اللي حكيتها أم، ودلوقتي هننتقل للقصة التانية وبتسردها أيضا أحد الأمهات. واحدة تانية بتقول: فوجئت بابني بيصرخ وبيبكي وبيخرج من غرفته المظلمة، وكان وراه كورة كبيرة معتمة اختفت فور وصوله، وده طبعا أول ما ابني وصل للنور أو وصل للمكان المنور اللي موجود في الكوريدور أو الطرقة. بصينا لبعضنا علشان كل واحد فينا يتأكد إنه شاف اللي التاني شافه، وبعد كده سيبنا البيت بعد هذا الموقف بيومين. يعني بعد ما الموقف ده حصل وشافوا الكورة الكبيرة دي، سابوا البيت بعدها بيومين لأن خافوا إن البيت يكون مسكون، وإن هما الاتنين يتأكدوا في نفس الوقت إن البيت بالفعل مسكون. أم تانية بتتكلم وبتقول: ابني بيشتكي باستمرار من وجود عفريت في غرفته، اخترعت له زرار كده وهمي طارد للعفاريت، يعني شوية حاجات حطيتها على بعض وقالت له إن دي بتطرد العفاريت، وده بيتكون من عطر وبعض الماء، وكمان بدأت أرش الميكس ده أو الخليط ده في أرجاء الأوضة، يعني في كل أنحاء الأوضة علشان ابني يطمن. ولكن بعد ما رشيت الميكس ده أو الخليط ده في كل أرجاء الغرفة، حصل حاجة غريبة جدا. الأم بتقول: بدأت أرش في كل مكان في الغرفة، وبدأت إن أنا أرش بإزازة كده عاملة زي إزازة المعطر فيها الخليط اللي أنا عاملاه، وبعد ما رشيت مباشرة اتحول الرذاذ اللي أنا برشه على هيئة إنسان في ثواني معدودة، وبعد كده اختفى. وجدت ابني بيبصلي وقال لي: صدقت دلوقتي اللي أنا قلته؟ القصة اللي بعد كده اللي حكيتها أم برضو قالت عن ابنتها، قالت: في يوم من الأيام بنتي قالت لي إن هي بتحبني من ساعة ما كنت في بطن جدتها. جملة غريبة بس حاولت أفهمها، حاولت بكل جهدي إن أنا أفهم هي بتقول إيه، وإنها كانت داخل بطني أنا، ولكنها كررت ما قالته وقالت لي: أحبك منذ أن كنت داخل بطن جدتي. بعد كده حكيت لأمي إيه اللي حصل، وأكدت لي إنها حملت في بنت بعدي، يعني كانت حامل بعد ما ولدتني في بنت، لكن البنت دي اللي هي أختي أصلاً اتوفت قبل خروجها من بطني، وده كان كلام الجدة، ولم يكن أحد يعلم تلك القضية سوى والدي ووالدتي، حتى أنا لم أكن أعلمها. يعني ربما تكون روح أختها اللي كانت في بطن أمها اتجسدت بعد كده في شكل البنت دي اللي هي بقت بنتها بعد كده. القصة اللي بعد كده بتحكيها أم بتقول: كنت مع ابني في مدرسته
وكانوا هو وصحابه بيلعبوا الكرة وسقطت في قبو، يعني وقعت في حاجة زي البير كده في محيط الملعب اللي بيلعب فيه. ابني راح علشان يشوف الكرة وبدأ ان هو يبص في المكان اللي وقعت فيه الكرة، وقعد يتكلم مع حد داخل هذا البئر بيستأذنه ان هو يرد له الكرة تاني. بس الغريب في الموضوع ان الكرة بدأت ترتد فعلا، يعني زي ما يكون حد بيحذفها. ذهبت لأتحقق من الأمر فلم أجد أحدا داخل القبور. سألت نجلي وأصدقائه فقالوا إن في رجل ضخم بيتحدثون معه دائما بيعيش جوه القبو ده، ولكن في الحقيقة لا يوجد أحد بداخل. القصة اللي بعد كده اللي حصلت بالفعل إن في أحد الرجال ابنه سأله سؤال في أحد الأيام وقال له: أبي، لماذا نمتلك ذراعين؟ فيما إن الرجل الذي يأتي لزيارتي يوما ويلعب معي يوميا بعد أن تنامه يمتلك ثلاثة أذرع. يعني ليه إحنا عندنا ذراعين والرجل اللي بيجي يلعب معايا بعد ما أنتوا بتناموا عنده ثلاث أذرع؟ وقام بكشف ذراعي فإذا بثلاث كدمات لأياد كبيرة على ذراعي، ولم يحدث أحدا مننا الطفل بعد ذلك، أو يعني ما حدش بعد كده بدأ ان هو يتكلم مع الطفل او يحدثه ايه اللي حصل بعد كده. واحدة كمان بتقول: كنا قاعدين في غرفة مضيئة الى الغاية، يعني غرفة مليانة نور. بعد كده وجدت ابنتي تنظر الى ركن الغرفة وتبكي وتقول انها خائفة من الرجل الموجود بركن الغرفة. فاذا بي انظر الى هذا الركن فانفجرت جميع الاضاءة الموجودة بالغرفة. تركنا المنزل بعد ذلك بأسبوع تقريبا، يعني كان في شخص في الكورنر أو في ركن من أركان الأوضة المنورة، شافته بنتي وقعدت تصوت وتقول إن في حد غريب في الأوضة. بقول لها فين؟ شاورت لي على المكان. ببص على المكان لقيت ما فيش حد فيه، وبعد كده انفجرت كل الإضاءات. القصة اللي بعد كده غريبة جدا. واحدة بتقول: في يوم من الأيام جي ابني وقال لي هيكون عيد ميلاد أخته النهاردة، ولكن الوقت ده ما كانش عيد ميلاد أخته، والغريبة بقى أن هو كان وحيد أصلا وملهوش إخوات. ولكن بعد سنتين ولدت أخته في تاريخ اليوم نفسه اللي قال لي فيه أن النهاردة عيد ميلاد أختي. دي حاجات غريبة بتوصل للأطفال ربما بسبب الحاسة السادسة بداخلهم، ولكن الغريب في الأمر إن هي بالفعل بتتحقق. يعني الأطفال أحيانا بيشوفوا حاجات إحنا كبار أو إحنا كبالغين ما بنشوفهاش أصلا. القصة الغريبة وهي آخر قصة معنا، واحدة بتقول: ابني قال لي إن في سيدة التي كانت تسكن المنزل تقول إنها تكره ورق الحائط لأنه يخفي رسالتها، ولكن لم يكن أحدا يسكن هنا من قبل، وبعد مرور وقت كبير جدا قررنا تغيير الديكور وإزالة ورق الحائط، وإذا بنا نجد رسالة انتحار لسيدة. وبعد التحقق والسؤال علمنا أنه كانت هناك سيدة تسكن المنزل ولكنها انتحرت بعد أن كتبت تلك الرسالة على الحائط. وعلشان كده الست دي بعد ما ماتت روحها كانت رافضة تماما ان يكون في ورق حائط، لان هي كانت محتاجة ان الناس يقرأوا الرسالة واللي مكتوب فيها سبب انتحارها. والغريبة ان هم بعد ما شالوا ورق الحائط وجدوا فعلا ان كان في رسالة او رسالة انتحار موجودة، وبعد كده عرفوا ان الست دي ماتت منتحرة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان تدعمونا ونقدر نعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر من هذا النوع. وقولوا لنا ايه الانواع من الفيديوهات اللي انتم محتاجين او نفسكم تسمعوا عنها. شكرا جزيلا.